ودلوقتي وقبل ما نفتح أول محضر من محاضر مجلس إدارة الأهلي لازم نعرف حال الأندية في مصر في الفترة اللي ظهرت فيها فكرة تأسيس الأهلي. قبل احتلال الإنجليز لمصر عام 1882 مصر ما كانتش تعرف الأندية، وأول ما جم الإنجليز واحتلوا مصر أنشأوا نادي الجزيرة في ديسمبر 1882، وكان اسمه الأول نادي الخديوي الرياضي، واتغير اسمه عام 1914 إلى نادي الجزيرة، وأنشئ للضباط الإنجليز بالقاهرة، وبعده أنشئ نادي الإسكندرية الرياضي عام 1890 المعروف دلوقتي باسم سبورتينج، وكان للضباط الإنجليز بالإسكندرية، وبعدهم نادي التوفيقية اللي تأسس سنة 1896، وكان لحفر قناة السويس وانتشار جاليات الأجانب في منطقة القناة والقاهرة مع انتشار الجاليات الأجنبية في الإسكندرية وانتشار الجنود البريطانيين الأثر الكبير في بدء تأسيس أندية لهذه الجاليات في مختلف أنحاء القطر المصري، خاصة أندية الجاليات اليونانية والإيطالية وبعض الجنسيات الأخرى. كان عدد الأندية الرياضية في مصر محدود جدا، مثلا في بورسعيد سبيريا اليوناني، وده نادي عمال الفحم اللي بيمون السفن بالفحم قوقود، ونادي شكاربيه اللي أصبح اسمه فيما بعد نادي بور فؤاد وتأسس عام 1902، ونادي هوكي بولاء اللي أصبح نادي السكة الحديد وتأسس عام 1903، ونادي الموظفين اللي أصبح أوليمبي السكندري وتأسس عام 1905. لكن الأندية دي كانت أندية هيئات في الأساس، ما كانتش أندية شعبية. نادي النجمة الحمراء مثلا أو الموظفين واللي أصبح فيما بعد نادي الأوليمبي السكندري أسس لموظفي الجمارك، أما نادي هوكي بولاء أو السكة الحديد فمن اسمه كده نعرف أنه كان نادي لموظفي السكة الحديد، أسسوا الإنجليز العاملين في السكة الحديد، يعني ما كانش فيه أي نادي شعبي في مصر. كل الأندية دي إما أنشأها الأجانب أو أندية لطبقات تجمعت فيها فئات الإقطاعيين أو إنها أندية هيئات وشركات، فكانت الحاجة ملحة جدا لوجود نادي لعموم أبناء الشعب. شفتوا بقى وضع الأندية كان شكله إيه قبل وجود النادي الأهلي؟ كان مهم جدا نتكلم عن الخلفية التاريخية للأندية في مصر مطلع القرن العشرين عشان نعرف قيمة تأسيس النادي الأهلي. لما يكون في وطنيين بيأسسوا كيانات اقتصادية وصناعية عشان تكون موازية لكيانات الأجانب، وفي نفس الوقت بيفكروا في تأسيس النادي الأهلي عشان يكون أول نادي مصري خالص للشعب، إذا مهم نعرف إن تأسيس النادي الأهلي كان جزء من مشروع كبير قوي تبنته الجماعة الوطنية في مصر لتأسيس كيانات مصرية لمواجهة كيانات الإنجليز. والمشروع الوطني ده كان له العامل الكبير في الحفاظ على الهوية المصرية، وده حصل لأن المصريين التفوا حوالين الكيانات المصرية في مواجهة الكيانات الأجنبية. وبعد ما عرفنا هل مصر وقت التفكير في تأسيس النادي الأهلي، وعرفنا الأسباب اللي دعت مجموعة من الوطنيين لتأسيسه، إيه رأيكم بقى نفتح محاضر مجلس الإدارة ونبدأ بالجلسة الأولى، جلسة الأربعاء بتاريخ 24 إبريل سنة 1907. في الموعد المحدد كانت الجلسة الأولى للجنة النادي الأهلي
للألعاب الرياضية. كان إيه مطلع محضر الجلسة الرسمي؟ لو عايزين تعرفوه إن شاء الله لو ربنا أحيانا وأحياكم هنعرفه في الحلقة القادمة.